ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في إقليم بابوا بشرق إندونيسيا إلى 77 شخصا، وما زال البحث جار عن 60 مفقودا آخرين. ذكرت السلطات المحلية أن الفيضانات دمرت جسرين ومئات المنازل وتسببت بنزوح نحو 4000 من السكان. هذا ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث مع المتطوعين في المناطق المنكوبة عن ناجين، إضافة إلى مشاركة المروحيات التي ساعدت على إجلاء السكان. ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن الأمطار الغزيرة التي بدأت في 16 مارس الجاري ستستمر عدة أيام أخرى.